استووا استقيموا تريما سوف نصلي ركعتين ثم نصلي ركعة. بارك الله فيكم. الله أكبر. اللهم بعد عني من أخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واحمنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد ربنا على ما قضيت،
قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه يا رب العالمين أن تغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها. اللهم تقبل منا أعمالنا يا رب العالمين، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وإنفاقنا. ونسألك يا ربنا أن تكتبنا عندك ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء وطلقاء ونقذاء هذا الشهر الكريم من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا والحاضرين معنا والحاضرات في ليلتنا هذه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا، وشفاء لصدورنا، وجلاء لهمومنا، وذهابا لغمومنا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. نور به قبورنا، وثقل به موازيننا، وارفع به درجاتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لم شعثنا واجمع شملنا، وانصرنا على من خالفنا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، وأصلحهم لنا في هذه البلاد وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والدين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي برما وفي الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا أن تجعل للمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أمننا في مساجدنا، واحفظها لنا يا رب العالمين، واحفظ المصلين فيها والمنفقين عليها والقائمين عليها يا رب العالمين. أصلح اللهم لهم ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من علماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم شل أركانهم وزلزل بنيانهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كانت هذه هي صلاة الشفع والوتر مع الدعاء من مسجد معاذ بن جبل بصوت الشيخ عبد الرزاق السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.